أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتقوم باحتجاز مئات المرضى والطواقم الطبية. من جانبه أعلن مدير منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال بالعاملين في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، مؤكدا أن الوضع هناك مقلق وأنه تم نقل 23 مريضا و26 من مقدم الرعاية من مستشفى كمال عدوان في شمال غزة إلى مستشفى الشفاء. جددت وكالة الأونروا مطالبتها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أنه بات أمرا ضروريا الآن أكثر من أي وقت مضى. وأشارت الأونروا إلى أن قطاع غزة يواجه خطر المجاعة بسبب القصف المتواصل ونقص وصول المساعدات الإنسانية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأولوية لوقف إطلاق النار وردع العدوان الإسرائيلي. وشدد ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لندن على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو من دون تعديل. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ما زالت تسعى للحل الدبلوماسي لوقف فوري لإطلاق النار والتزام كل الأطراف بالقرارات الدولية التي تضمن والاستقرار في المنطقة. أكد وزير الصحة اللبناني أنهم وثقوا لاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية في لبنان، والعاملون في قطاع الصحة يتعرضون لتهديدات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتدى على 55 مستشفى بينها 36 استهدافا مباشرا مما أدى لإغلاق 8 منها واستشهاد 163 شخصا و272 جريحا من القطاع الصحي، إلى جانب 11 شهيدا و8 مصابين من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلا من 2024. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج القطري لمصر يمثل إطارا متكاملا للتعاون على مدار 3 سنوات، يركز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المشروعات المشتركة والتي يتم تنفيذها في الوقت الراهن بين الجانبين، كما ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية.